السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج اهتماماتكم. الحلقة الليلة فيها عدد من الأخبار المتعلق بموريتانيا كالعادة، لين نشوفوا العناوين ياك ما نطولوا عليكم. أكبر شاشة عرض السينما في موريتانيا. الملحفة الموريتانية زي قابل للتطوير. أطول رحلة إلى الفضاء تحققها امرأة. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. سيني بارك هي مؤسسة عدلت مشروع في رباط البحر. هذا المشروع عبارة عن سينما في الهواء الطلق من أكبر شاشات في العالم، وربما هي أكبر فعلا شاشة في العالم وفي إفريقيا. هذا المشروع كانوا متحمسين له ياسر من الموريتانيين، وياسر من الموريتانيين ما كان عاجبهم نهائيا. ليه نشوفوا تعليقاتهم على الفيسبوك. أحمد عمر كتب رباط البحر أعجب عاد سينما. أميرة كتبت يس وأخيرا لاهي تعود عندنا سينما الحمد لله، وعدلت إشارة لصفحة سيني بارك. عبد الرحمن الناجري كتب أول سينما في الهواء الطلق في إفريقيا، سينما بارك رباط البحر نواكشوط. البشير شيخنا محمدي كتب مشروع رباط البحر يتحول إلى مشروع سينما، ما يصح إلا صحيح ولا حول ولا قوة إلا بالله، بعد أن كان المشروع مشروعا عقاريا رائعا نظريا، واستحوذوا باسمه على أراضي شاسعة ومليارات من البنك الإسلامي للتنمية. ها هو ذلك المشروع العقاري الضخم الذي لوحوا به كوهم يتحول إلى مجرد مسرح للسينما في العراء. عبد الله الزين كتب رباط البحر المشروع العملاق الذي كان سينافس مشاريع عملاقة في المنطقة، تحول إلى ساحة عرض سينما في الهواء الطلق. بلدنا يحتاج نيزك ونموت جميعا وتختفي سلالتنا فجأة، ومن بقي منها في الخارج تتبعه النيازك وتخلص عليه تبا. سيني بارك رباط البحر نشروا على صفحتهم، وهي الصفحة الرسمية لهم، لوفرتير أوفيسيال دي سيني بارك رباط البحر ل 31 ديسمبر 2019 أو ديزنيفر. Vivez-vous dernier moment 2019 avec nous. Notez bien une surprise à minuit. ورجعنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام. الملحفة الموريتانية معروف تمسك الموريتانيين بها، وهي من العادات والحضارة اللي ما هم قابلين أبدا على أن يخلق فيها أي تطوير. طفلة ينقال لها الداتا هي شابة عدلت كولكشن للملاحف، طورت من قماش الملحفة وطورت من شكل الملحفة ياك يتناسب مع العصر الجديد، وطبعا وتم محافظة على طريقة الملحفة الأصلية. لين نشوفوا بعض من صور هذا الملاحف. ورجعنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام. كريستينا كوش هي رائدة فضاء تشتغل عند ناسا الوكالة الفضائية. هذه الفتاة عاد هي أول امرأة بعد ياسر من العقود تفوت أطول مدة زمنية رحلة فضاء. هذه القصة خلقت من أيام كريستينا كوش فوتت 288 يوم وهي في رحلتها هذه، ومقرر على أنها تفوت 328 سابق ترجع للأرض فبراير 2020. الناس على تويتر كانت تعاليقهم جدا إيجابية وفيها طبعا سخرية كالعادة. لين نشوفوا تعاليقهم على التويتر. جود كتبت يا رب أصير أول رائدة فضاء عربية مسلمة. NMBSG كتب تأملي آيات الله وتعرفي أنه ما في شيء اسمه فضاء، وأنه الأرض مسطحة، وأنه لو كان هذا كله صح كان الله ورسوله عليه الصلاة والسلام قالوا لنا عن هذا الشيء، وأساسا كان انكتب في القرآن، بس اللي يشوفه أنه مكتوب ألم نجعل الأرض مهادا والأرض بعد ذلك دحاها. وختمت طبعا تعليقها
سمو إنساني كتب وما زالوا يصدقون بأن هناك أحد يصدق هذا الهراء. باكاسينيس كتب من جد يطلعون الفضاء وما يصوروا شيء؟ إلى الآن نفسي أشوف تصوير للفضاء. مشاهدينا الكرام، بهذا نعود وصلنا لختام فقرتنا الليلة، ختام حلقتنا عفوا الليلة للأسف. نتمنى لكم من برنامج اهتماماتكم سنة 2020 سعيدة إن شاء الله، وكل سنة وانتم دائما بخير ودمتم في أمان الله. من هون إلى حلقة السنة الجاية.